ينضم معي ضيفي السيد عباس عبود، عضو ائتلاف دولة القانون من العاصمة بغداد. أهلا بك سيد عباس. بداية أسألك عن تحركات تجريها الأحزاب السياسية السنية وحتى الشيعية والكردية أيضا، كيف ترى خريطة هذه التحالفات السياسية برأيك؟ تفضل. تحية لك وللجمهور الكريم، شكرا جزيلا. يبدو أنه خريطة تحرك القوى السياسية في هذه الفترة هي الخلافات داخل المكون الواحد. هناك خلافات داخل المكون الشيعي، خلافات داخل المكون السني، وأيضا داخل المكون الكردي. لا توجد خلافات بين مثلا سنة وشيعة، أو بين سنة وكرد، أو بين شيعة وكرد. هذه المرة داخل البيوت، البيت الكردي والسني والشيعي، نسميها احنا حتى نعرف شلون نحلل الأمور. فبالتالي هذه مرحلة أعتقد أن خلال الأيام المقبلة مع مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات ستكون القوى السياسية ملزمة باتخاذ يعني ببدء مرحلة المفاوضات بشكل رسمي ونسج التحالفات الجديدة فيما بينها. يعني اليوم هي تمر بمرحلة تفاهمات القوى السياسية حقيقة، وصارت واضحة تشكيل التحالفات الجديدة، تفاهمات ربما تكون بعض التحالفات مفاجئة للمراقب أو المحلل السياسي، لكن بالنتيجة أتوقع الأمور تسير باتجاه التمثيل أوسع قاعدة التمثيل، يعني بمعنى ستكون حكومة توافقية بناء ما دأب عليه التقليد السياسي العراقي في تشكيل حكومات تمثل جميع القوى السياسية لأسباب كثيرة، ربما تكون في مقدمتها أنه إحنا اليوم نعيش أزمة وانسداد سياسي غير مسبوق، والحل يكون بالنتيجة الحل يكون سياسي، والحل يكون بتمثيل جميع الأطراف. لكن هذه المرة حقيقة هذه المرة المسؤولية كبيرة وجسيمة أمام القوى السياسية. نعم. لإصلاح النظام السياسي ولعبور هذه المرحلة الصعبة. نعم.